السلام عليكم. أفضل مدينة للعيش في ألمانيا عام 2024. ألمانيا ثالث أقوى اقتصاد في العالم، تتكون من 16 ولاية فيدرالية، وكل ولاية فيها عشرات المدن الصغيرة والكبيرة. فما هي أفضل مدينة للعيش في ألمانيا؟ أفضل مدينة ملائمة للعيش في ألمانيا، خدمات صحية وطبية وخدمات بشكل عام، والقطاع الخدمي والمواصلات، النقل، العمل، الرقمنة، الدراسة، الطلاب، الجامعات، كل هذه الأشياء قارنوها ببعض. وكمان في عنا 71 مدينة ألمانية مشاركة بهذا التصنيف. فما هي هاي المدينة؟ هاي المدينة بتقع في مقاطعة بادن فورتمبرغ في ألمانيا، وهي مدينة أولم. مدينة أولم في بادن فورتمبرغ تعداد سكانها 130 ألف نسمة، اختيرت كأفضل أو أكثر مدينة ملائمة للعيش في ألمانيا. طيب أعطونا أراكم بهاي المناظر كمان الحلوة، شايفين الناس عم تروح تتجول، عم تجي في بحيرة هون، أسماك كمان بيروحوا بيصطادوا. غيرنا مكان التصوير. طبعا مدينة أولم اختيرت أفضل مدينة للعيش في ألمانيا عام 2024. بهاي المقارنة كان في عنا 71 مدينة من كافة المقاطعات الألمانية على أساس 28 معيار: البيئة، النقل، القضايا الاجتماعية، الخدمات، الدراسة، العمل، الرقمنة. المدينة الجامعية تقع على نهر الدانوب. هاي المدينة تقع على نهر الدانوب في بادن فورتمبرغ. كمان فيها شركات ناشئة بنسبة كبيرة، فيها فرص التدريب منتشرة بشكل واسع جدا. يعني بيسألوا الناس، بيستطلعوا آراء الناس عن أفضل مدينة للعيش وعن آراءهم بمدنهم، هل أنتم راضين أم لا. فالناس بيستطلعوا آراءهم، بيقولوا إذا هن راضين أو لا. طبعا هذا ما بيعني أنه مدينة أولم خلص صارت توب، ما في أفضل منها في ألمانيا. ممكن بنسبة من الناس، نسبة كبيرة من الناس يختاروا مدينة تانية، يقولوا هاي المدينة أفضل بالنسبة لنا. فهذا الشيء ما بيعني أنه باقي المدن أو المدن الثانية هي سيئة أو غير صالحة للعيش، بالعكس تماما، هي مدن كمان حلوة وفيها شخص يعيش فيها، ولكن هن اختاروا مدينة أولم. مدينة لايبزيغ بألمانيا الشرقية أتت بالمركز الأول. بشرق ألمانيا أتت مدينة لايبزيغ بالمركز الأول. طبعا سكانها اختاروها وكانوا راضين عن العيش والخدمات والحياة في المدينة، فتم اختيارها بالمركز الثاني أو بالمركز الأول في ألمانيا الشرقية. كمان في عنا مدن بشمال الراين أتت بمؤخرة الترتيب. دائما يعني بشكل عام في عنا مدن بشمال الراين حتى ما دخلت التصنيف، ما تم تصنيفها على مركز 71، كمان ما دخلوه. مدن مثل أوبهاوزن، يعني هي أوبهاوزن أتت بالمركز 71، المركز الأخير. ما بعرف عندها يعني نواحي سلبية كتيرة، لهيك اختاروها بالمركز 71. كمان في عنا مدينة دويسبورغ بالشمال الراين حتى ما دخلت التصنيف، ما تم تصنيفها على 71 مدينة. مدن مثل بوتوب بشمال الراين كمان ما دخلت التصنيف. مدن مثل جيرزنكيرشن كمان بشمال الراين ما دخلت التصنيف. طبعا مدينة ميونخ كانت يعني بحسب المقارنات وبحسب آخر المعلومات كان أفضل مدينة للعيش في ألمانيا، ولكن مدينة أولم أخذت المركز الأول وميونخ تراجعت للمركز الثاني. طيب هلا نأخذ مع بعض لائحة أفضل مدن للعيش، أفضل خمس مدن للعيش في ألمانيا لعام 2024. المركز الأول مثل ما قلنا أتت مدينة أولم ببادن فورتمبرغ. المركز الثاني مدينة ميونخ بمقاطعة بايرن. المركز الثالث إنغولشتات. المركز الرابع إيرلانغن. المركز الخامس ريكسنبورغ. هذول خمس مدن تم اختيارهم لأنهم أفضل خمس مدن للمعيشة في ألمانيا، يعني ملائمة للمعيشة والحياة في ألمانيا.
طيب أسوأ المدن كانت على شكل التالي. المركز الأول مثل ما قلنا مدينة أوبهاوزن بشمال الراين. المركز الثاني من ناحية يعني أسوأ المدن للعيش والحياة في ألمانيا مدينة دويسبورغ. وبما أنها مدينة دويسبورغ مدينة كبيرة كتير حقيقة وفيها جاليات كبيرة كتير كمان وفيها فرص عمل كبيرة كتير، ولكن تم اختيارها من يعني أسوأ المدن للعيش في ألمانيا مدينة بوتروب كمان بشمال الراين، ساربروكن المركز الرابع. المركز الخامس مدينة جيلسن كيرشن. هاي كانت لائحة بالمدن الأفضل على مستوى ألمانيا. طبعا مثل ما قلنا هذا الشيء، ما هذا هاي الأخبار ما بتعني أنه خلص هاي المدن صارت يعني ما بتنعاش فيها، بالعكس يعني في أشخاص بيكونوا راضين عن مدنهم. شاركونا آراءكم بالتعليقات حول هاي الأرقام، حول الموضوع اللي اخترناه، هل بتشوفوه مناسب؟ ما بعرف، اجينا على منطقة جديدة عم نصور هون بهاي المنطقة، ما في حدا. اليوم ثلاثة لازم يكون يعني في ناس، في حركة، في شيء، ولكن ما عم نشوف حدا. هون في كيندرغارتن، هنيك ورا في مسبح، في بحيرة، في مكان للشوي هنيك، ولكن يعني حركة بسيطة كتير. ما بعرف، حتى اللاجئين يعني الأجانب كمان صارين مثل الألمان، ما عم يطلعوا ما عم ينزلوا، فما بعرف. شاركونا أراكم بالتعليقات أصدقائي هذا الموضوع اللي اخترته، على أمل أن نكون وفقنا باختيار هذا الموضوع. إذا بدكم نصور هون بهاي المنطقة منصور فيديوهات تانية، وإذا ما بدكم كمان شاركونا أراكم بالتعليقات، منروح على أماكن تانية، على منطقة تانية ويكون فيها مناظر حلوة وأشجار وطبيعة. أنا من طبيعتي بحب الطبيعة، بحب الأشجار، بحب الخضار، فما بعرف أنتو يعني أي المناظر بتحبوها ممكن تشاركونا بالتعليقات. هاي المدينة اللي عايش فيها، شو رأيكم بالمدينة؟ مدينة هادية، بحب الهدوء ولكن مو بشكل مفرط، يعني ما في حدا بالشارع، ما عم تلاقي حدا، ما بعرف. شكرا لكم لحسن المتابعة. أنا رح روح بعد هيك على النادي، وبعد النادي رح نجي للبيت، ممكن انشر الفيديو. يعني اليوم تاريخ اليوم هو 16/7/2024، يوم الثلاثاء، ننشره اليوم او بكرة. لا تنسوا تشتركوا في القناة، اشتراككم كمان كتير مهم، دعمكم كتير مهم، يعني بيعطيني حافز، بيعطيني معنويات، طاقة لنقدم شيء مفيد لكم في المستقبل. وكمان شاركوني على وسائل التواصل شيء مع الأخرى، تيك توك، فيسبوك، إنستغرام. إذا بدكم تواصل خاص أو أي شيء ممكن تابعوني هناك. أصدقائي أنا هيك بكون انتهيت من الفيديو، مع هاي المناظر الحلوة شايفين، ما في حدا ولا واحد. نلقاكم فيديو آخر، السلام عليكم.